أنا بلشت الحمام أو بديت تربية الحمام الزغليل. طبعاً ناكل زغليل وأبيع لي جوز زغليل ب50 شيكل ب40 شيكل ب30 شيكل. المهم صارت القصة من أكل ومن شرب ومن كذا لهواية، ومن هواية لتجارة، ومن تجارة صغيرة لتجارة كبيرة. يعني بلشنا بالحمام الصغير اللي سعره 20 و30 شيكل الجوز، للحين وصلنا الجوز 2000 شيكل و3000 شيكل. يعني تميزت الشغلة. طبعا الحمام زي ما انت شايف وتفرجت اشكال والوان، بطريق، موكي، كوبرا، كرير، هزاز، دنش، ملطيسي، سلفيتي، هومر، ابو سعد، دؤر اللي هو الزاجل. في البدايه كانت هوايه، لكن لقينا فيها رزق زياده. يعني فيها في الناس في يعني على الاشكال هذا والاشياء هذه في اقبال لقينا من الناس عليها، وهذا يعني لقيناه مصدر رزق كويس. طبعا الطيور اللي الناس تستهين فيها فتحت بيوت هذه. الاقتصاد في البلد معدوم، والسبب طبعا اسرائيل والحصار الاسرائيلي اللي على البلد هاي. فصار واحد اي شغله وين بتجيب يعني قرش بقوت اولاده الواحد، لقمة العيش كذا، وين بلاقيها بيجري وراها. فأنا بحثت كتير واشتغلت كتير وتعبت كتير، في الآخر ارتحت لأني لقيتها في الحمام. ارتحت الحمام، بيجيب ليش مشاكل الحمام. يعني إذا في عندي هموم بشكيها للحمام، هموم بالحمام أنا يعني بشكيها لي أو ما بشكيها لي، حتى أنا بكون عارفها بدون لا يتكلم معي. لا هي موجودة في غزة، وبس أصلها يعني أصلها مش بلادها اللي هي غزة ومصر والمناطق هذه. لا أصلها يعني أغلبها من ألمانيا، فهمت علي كيف؟ فبتيجي بيستوردوها التجار عندنا وبياخذوا. يعني في زبائن، يعني في شريحة من الناس اللي فهمت أو وعيت إنه الحبة هذه أو الحمامة هذه أو الأنواع هذه بتجيب مصاري. إقبال كثير في غزة على تربية الطيور. الفراغ اللي في غزة بخلي الناس تتوجه لأي شغل. وأنا عمري 15 سنة واليوم عمري 42 43 سنة. هواية تربية الطيور، الحمام والعصافير والجمام والدجاج. الدجاج اللي بتبيع الذهب للأسف، بس ما فيش عناية في قطاع غزة للدجاج هذا. أكثر حاجة بنعاني منها الأمراض، دغري بروحه قصير دغري بموت.